أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العالمية ونبدأ بالعناوين. على صحيفة المدى، الصحة تزجج أعلى نسبة إصابة بكورونا منذ انتشار الوباء. الزمان، فرض حظر على حركة الدواجن بعد تشخيص إنفلونزا في نينوى. الشرق الأوسط، إيطاليا تزجج أدنى عدد يومي من وفيات كورونا منذ بدء الحجر. وعلى العربي، 21 أكثر من 100 دولة تطالب بتحقيق مستقل حول كورونا. وعلى العرب اللندنية، رامي مخلوف يحذر من انهيار الاقتصاد السوري وأمور أخرى. وعلى القدس العربي، ملادينوف القانون الدولي يحظر ضم إسرائيل لأراضي الضفة. على العربي الجديد، قوات الوفاق توسع عملياتها الجوية، مرحلة جديدة من المعركة ضد ميليشيات حفتر. فيما تتصاعد النقاشات والمداولات لمسؤولين وخبراء في وسائل الإعلام فيما يتسرب من أخبار عن الأزمة المالية الخطيرة التي تواجه بالإفلاس، ويصلون فيها إلى إيجاد حلول بزيادة الضرائب وبالقيام باستقطاعات متنوعة من دخول الموظفين والعمال والمتقاعدين والمستخدمين، واللجوء إلى قروض داخلية ودولية تكبد البلاد خسائر مالية عملاقة. ولكن في العراق ماذا عن المليارات المنهوبة؟ يتساءل الكاتب مهند البراك في صحيفة المدى. نتابع سويا. تطرح ساحات التظاهرات ويطرح خبراء وطنيون مستقلون الأهمية الكبرى للحصول على الأموال في ملاحقة حيتان الفساد المالي والإداري والبدء بتسميتهم علنا وتقديمهم للقضاء، والأهم استرجاع الأموال الهائلة التي نهبوها في وقت ازدحمت فيه وسائل إعلام مؤسسات مالية ذات مصداقية عالية ووزارات لدول كبرى، إضافة إلى نشرات متواصلة لوزارة الخزانة الأمريكية نشرت في الواشنطن بوست ونيويورك تايمز. نشرت الأموال الفلكية المسجلة في البنوك الأمريكية والأوروبية وبنك بنما الدولي سيء الصيت وأسماء أصحاب الاستداعات تلك الذين يمكن مقاضاتهم على قاعدة من أين لك هذا التي أقر العمل بها البرلمان العراقي، إضافة إلى أموال من عاقبتهم وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد أموالهم بتهم الإرهاب. ويتساءل عديدون عن الأموال التي نهبها وزراء سابقون وقياديون في حزب الدعوة وعدد من الأحزاب الحاكمة وموظفون كبار وبرلمانيون سابقون ممن هربوا وهربوا المنهوبات الكبيرة إلى خارج البلاد وسلمهم الانتربول إلى الحكومة بناء على طلبها، وأحيل قسم منهم إلى القضاء وأطلق سراح قسم منهم، ولم يصدر شيئا عما حكموا به ولا عن مصير تلك الأموال الهائلة المهربة. يجب ملاحقة تلك الأموال البالغة مئات مليارات الدولارات لاستردادها، إضافة إلى الأموال التي أودعها مسؤولون كبار من حقبة الدكتاتورية أو أعلن عن وضع اليد عليها، واستعادة الأموال الفلكية التي سلمت إلى الحكومة الإيرانية من مسؤولين نشطوا في أفلاكها على أساس أنها تعويضات عن خسائر الحرب العراقية الإيرانية التي تتطلب التدقيق السريع في مدى صحتها، خاصة وأنها جرت دون وجه حق ودون حساب دولي أصولي بتقدير متخصصين، حيث فتحت خزائن البلاد أمامها. يقول الكاتب طارق الجبوري في مقال له على صحيفة الزمان، بغض النظر عن المنهاج الحكومي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعيدا عن كل ما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي المتفائلة منها والمتشائمة، سأتحدث هنا كمواطن بسيط ضاع حلمه وسط صراعات ومساواة ومساومات
من الأحزاب المتنفذة وحرصها على غنيمتها المحصصاتية. فأقول بصراحة إن سنوات ما بعد الاحتلال كادت أن تفقدنا الأمل لولا أصوات المتظاهرين المطالبة بالتغيير. منذ أن تبوأ إبراهيم الجعفري رئاسة الحكومة وما تلاه من رؤساء حكومات المالكي وحيدر العبادي جعلتنا نرجح الشك على اليقين فيما يقولون، فجميع برامجهم وتصريحاتهم ووعودهم كانت مجرد تخدير وتسويف. فالجميع يلعن الفساد في الأقوال ويمارسه بالأفعال، والكل يتحدث عن هيبة الدولة وحصر السلاح بيد القوات الأمنية، غير أن واقع الحال غير ذلك. فما زلنا نخشى سطوة عصابات السلاح المنفلت، وهي معروفة التوجه والانتماء والولاء، وتعمل وكأنها فوق القانون، ناهيك عن برامج حكومية لتنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات وغير ذلك من الملفات التي لا أظنها خافية عليكم. لقد عشنا طيلة السنوات الماضية بحرمان ومعاناة، وربما كان السياسيون وبكل وقاحة وصلف يضحكون علينا في جلساتهم من دون أن يكلفوا أنفسهم سماع صوت الملايين في التظاهرات الشعبية أو في أحاديثهم العامة. مليارات الدولارات أهدرت ونهبت عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، ويدخل العراق منها الكثير الكثير قبل مشكلة انخفاض أسعارها الحالية. فعذرا رئيس الوزراء إذا قلنا أننا فقدنا الثقة وصرنا نبحث عما يعززها بأعمال تلامس هم الشعب المسكين، فلم تعد تطربنا مواويل الوعود والأقوال. وكنا كمواطنين نلمس شيئا ينصف شهداء متظاهري تشرين الأول، أو نأمل أن نلمس ذلك، وأن لا نرى من يعتدي على من بقي صامدا في ساحات العز وفي بغداد في المحافظات الأخرى أيضا. نريد أن نحس بشيء من الأمان وبدء تطبيق القانون على الجميع، وخاصة من عبث واستهان بأبسط الحقوق فقتل وشرد وخطف أيضا من دون رادع. من أكبر بواعث القلق المتمكن من ثوار ومن أرواح شهداء ثورة ديسمبر كانون الأول السودانية هو أن الفترة الانتقالية لا تزال عرجاء، تتعثر خطواتها حتى تكاد أو كادت أن تسقط، ومنذ فترة، لولا أن جذوة الثورة لا تزال متقدة في جماهير الشعب السوداني. مقال للكاتب الشفيع خضر سعيد في صحيفة القدس العربي، نتابع سويا. نحتاج إلى مخرج ناجع وآمن للتصدي إلى هذا الوضع الخطير والذي يزداد خطورة بهذا العجز المتمكن، ولحماية ثورتنا العظيمة فسلاح الجذوة المتقدة ولجان المقاومة رغم فعاليته ودوره الأساسي لن يستطع وحده مواصلة المعركة، والتي تتطلب أكثر من سلاح وعدة أنواع من الذخائر. ومباشرة نقترح الإسراع بعقد لقاء مائدة مستديرة، والاستدارة هنا نقصد بها الجوهر وليس الشكل، للتوافق حول كيفية تنفيذ، وأكرر تنفيذ وليس مجرد بحث، إنقاذ الوضع ومقاومة محاولات تدمير الفترة الانتقالية. ومباشرة أيضا أقترح أن تكون الجهة الداعية والمنظمة لهذا اللقاء مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. فمبادرة جامعة الخرطوم ظلت تلعب دورا وطنيا قبل انتصار الثورة وحتى الآن، بعيدا عن الحزبية والعصبية الضيقة، وبسبب ذلك لا تزال متماسكة وممانعة ضد هجمات التصدع والشقاق التي وجدت نجاحا في أجسام أخرى هشت التكوين. والدكتور عبد الله حمدوك لا يزال يحظى بإجماع يؤهله لهذا الدور وأدوار أخرى كثيرة لصالح الوطن، إن هو أحسن استثمار هذا الإجماع.
يضيف الكاتب: لا بديل لنا في السودان سوى أن نطلق حماسنا ونبث الأمل من أجل الانتصار النهائي لثورتنا ومن أجل دحر كل محاولات استرجاع تحالف الفساد والاستبداد. ما يحدث في لبنان ليس مستغربا، ليس مستغربا انهيار العملة الوطنية وتهريب الدولار إلى سوريا. المستغرب ألا يكون هناك في الحكم والحكومة من يدرك أن لا مستقبل للبنان في حال انهيار النظام المصرفي نهائيا. جاء ذلك في مقال للكاتب الخبير خبير الله خير في صحيفة العرب اللندنية، نتابع. يعيش لبنان في وضع مزر في غياب قيادة سياسية تعي تماما ماذا يدور في المنطقة والعالم وما هو صندوق النقد الدولي. هناك قيادة سياسية من إنتاج حزب الله الذي لا يهمه مصير النظام المصرفي اللبناني. هناك رئيس للوزراء تنادي زوجته بتعميم الفقر، تغطي ذلك بالدعوة إلى العمل في مهن متواضعة. مرة أخرى هذا ليس عيبا، ولكن هل هذا ما يطمح إليه الشاب اللبناني الذي يبيع والده أرضا من أجل ضمان تعليمه ووصوله إلى الجامعة؟ كان زيارة الدكتورة دياب لوزارة الإعلام مفيدة من ناحية واحدة، كشفت أن حكومة حزب الله في عهد حزب الله لا تصلح للبنان. كل ما تستطيعه هذه الحكومة هو تهجير مزيد من اللبنانيين لا أكثر. تريد هذه الحكومة تحويل لبنان إلى بلد فقير جائع يلعب دور الساحة الإيرانية. بكلام أوضح، إن أي تغاض عن الدور الذي يلعبه حزب الله على كل صعيد بما في ذلك منع أي مراقبة للحدود مع سوريا ورفض ترسيم هذه الحدود هو بمثابة جريمة. ما يحدث في لبنان ليس مستغربا، ليس مستغربا انهيار العملة الوطنية وتهريب الدولار إلى سوريا. المستغرب ألا يكون هناك في الحكم والحكومة من يدرك أن لا مستقبل للبنان في حال انهيار النظام المصرفي نهائيا. في غياب النظام المصرفي لن يوجد من يمول أي قطاع إنتاجي، لا الزراعة ولا الصناعة ولا الفنادق ولا المطاعم ولا قطاع الخدمات. يختتم الكاتب بالقول: حسان دياب المشكوك أصلا في امتلاكه أي معرفة بالسياسة لا يمكن أن يحقق أي نجاح في ظل هيمنة حزب الله على الحكومة، وكذلك تفادي الاعتراف بأن في أساس الأزمة المالية التي غرق فيها لبنان وجود حزب الله وسلاحه والدور الذي لعبه على صعيدي عز لبنان عربيا والتسبب بالعقوبات الأمريكية على المصارف. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا ألقت فيه الضوء على ما اعتبرته فشلا من قبل المراجع الدينية الإيرانية في التعامل مع فيروس كورونا، ما أثار شكوكا حول قدرتهم على الحكم بشكل عام فضلا على الخلافات الداخلية في تلك الطبقة وصعود نجم المؤسسة العسكرية على حسابها متمثلة بالحرس الثوري. منذ ظهور الفيروس بمدينة قم قاومت المرجعيات الدينية دعوات الحجر الصحي وإغلاق المزارات الدينية، واعتبروا الحديث عن الفيروس مجرد مؤامرة أمريكية، ودعوا بدلا من ذلك إلى استخدام العقارات التقليدية. وأدت أفعالهم لغضب المؤسسات الصحية الرسمية وزادت من شكوك الرأي العام حول قدرتهم على الحكم بحسب واشنطن بوست. وتضيف الصحيفة أن رجال الدين في إيران يشاركون في كل مظاهر الحياة السياسية بالدولة، إلا أن دورهم الفاشل أضعف من موقفهم في وقت يعاني فيه تأثيرهم من ضغوط سياسية كما يقول المحللون. ومع تخبط القيادة الدينية أمام فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابة إلى 118 ألف حالة والوفيات إلى 7000 حالة، قامت المؤسسة الأمنية القوية بالتدخل وبدأت عمليات رقابة صحية وشاركت بتطهير الأماكن العامة
بل والإشراف على دفن الوفيات من الفيروس، وهو دور السلطات الدينية ورجال الدين الشيعة تقليديا. ويشير محللون من داخل البلاد إلى أن الوباء أدى إلى تراجع أهمية القيادة الدينية ومنح القوات المسلحة فرصة لتقوية سلطتها. وتعلق الصحيفة بالقول إن هذه الدينامية ستترك أثرها على مستقبل إيران السياسي في وقت تزداد فيه سخونة المعركة على خلافة المرشد الحالي وتعرض الطبقة المتوسطة من الحكومة الدينية إلى الإنهاك. وضرب الفيروس أيضا المؤسسة الدينية، فقد أعلن عن وفاة السفير الإيراني السابق لدى الفاتيكان وممثل خامنئي في لانغرود في شمال إيران، وكذلك أحد أعضاء مجلس الخبراء التي تختار خليفة المرشد. يرى المعلق سايمون تيزديل بمقال في صحيفة أوبزيرفر أن رئيس دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وجائر بولسونار كانوا متواطئين أيضا في وباء فيروس كورونا، إلا أنهم اليوم عرضة للمخاطر أكثر من غيرهم. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لم يكن الوحيد بين الزعماء الذين أساءوا التعامل مع فيروس كورونا، وما يجمع القادة المراوغين والأقوياء في العالم مجموعة من الأمور، وهي زعم أن كل شيء تحت السيطرة ومحاولة التنصل من المسؤولية والابتعاد عن الرأي العام واستغلال الأزمة لأغراض سياسية ومحاولة حرف النظر ولوم الآخرين. هل سيدفعون الثمن بسبب عقمهم القاتل ومحاولة خدمة أغراضهم الذاتية؟ ويجيب: هناك إمكانية دفع البعض الثمن، مع أن الأمر يحتاج لوقت، فالوباء غير الحسابات السياسية حول العالم، فالقادة الذين كانوا يشعرون بالأمان يبدون أقل أمنا اليوم من السابق. كل هذا سيغير الحسابات السياسية بشكل يعيد تحويل الحسابات الاستراتيجية وبالضرورة ميزان القوة بين الدول بطريقة غير مسبوقة ودائمة. إن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعطي درسا حول طريقة عدم التعامل مع حالة طوارئ، وقد تكون مقررا إجباريا للطلاب في المستقبل بشأن إدارة الأزمة. وقلل ترامب من التهديد في بداية الأزمة وقدم تأكيدات زائفة وفشل في إعداد الخطط، واتهم الصين بنشر الوباء في العالم، وحول الأزمة لسلاح في حملته الانتخابية وتشويه منافسه الديمقراطي جوزيف بايدن. ويتابع تيزديل قائلا إن قادة آخرين أظهروا لا مبالاة وتغورا بشكل يجعل جونسون يبدو جيدا بالمقارنة، فقد كشف الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو عن درجة عالية من اللامسؤولية، فقد سخر من إجراءات الحماية العامة. صمم فريق من محبي شركة تسلا الأمريكية نسخة مركبة تكتيكية خفيفة من شاحنة سايبر تورك مصممة من أجل العمليات العسكرية مع مدفع رشاش في الأعلى. وقال الفريق: تشاورنا مع مصنعي المدرعات والمتخصصين العسكريين ومصممي السيارات للمساعدة في تخيل عربة قتالية تناسب الأراضي القاحلة بعد نهاية العالم. إلى جانب ذلك، يمكن إطلاق طائرة مسيرة من الخلف لاستكشاف المنطقة المحيطة من الأعلى. وظهرت نسخة من الشاحنة مع مدفع دبابة مربوطة في الأعلى، وآخر مع طلاء إضافي للدروع لنقل الأفراد عبر ساحة المعركة. نتابع سويا الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتورية.
نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.